رحلة جديدة في موروثنا الثقافي الشعبي المغاربي، والناس بكري في الجزائر خلوا الكثير من الكلام على الزواج، ومن بين ما قالوا إذا بغيت تخطب بنتها ندخل وشوف بيتها. والمقصود من اللي تدخل وتشوف الدار والتاويل وكيفاش كتتعامل الأم مع رجلها وليداتها، تما يبان لك العربون. وقالوا أيضا اللي تزوج المرأة الصغيرة يحوز الخير والدخيرة. وكاين مثل آخر اللي كيعني التخوف من الزواج بالمرأة طويلة القامة، وقالوا ناس زمان اللي تزوج المرأة الطويلة تحيرك في الكسوة والسرويرة. الحاصول، شكون شكرت العروسة؟ امها وخالتها والحزارة جاتها.